اول شريف الصغير وشه حلو. الحمد لله من يوم ما مش الماتش بس الصوره اهي من قبل كده يعني. من يوم ما الحمد لله عرفت اللي فيه بيبي ووشه كويس. اتولد امتى؟ اتولد قبل الماتش بيومين. قبل الماتش بيومين. تلاقيك كنت متضايق. ها هو انا اتفاجئت وانا لقيت مراتي بتكلمني بتقول لي. اتفاجئت ازاي؟ اتفاجئت بالتوقيت. ايوه طبعا بهزر. اتفاجئت بالتوقيت مثلا هي كانت في اول التاسع. كان لسه قدامها طبيعي. بالظبط اللي هي بتاخد التاسع كله ومش عارف ايه عشان هي اول حاجه. مره يعني بالظبط. فلقيتها بتقول لي يا محمد انا هولي بكره. اوبا تلاقي ده ازاي. بس فطبعا انا كان نفسي ابقى موجود طبعا معاه وكده بس الحمد لله يعني المهم اللي هو اجيب السلامه يعني الحمد طبعا لله. اعتقد الموضوع مختلف يعني اول ما شفته الموضوع مختلف بالنسبه لك. محمد شريف قبل شريف الصغير غير محمد شريف بعده. طبعا لما ربنا بيرزقك بحاجه زي كده طبعا بتبقى احساس مختلف. انا لما دخلت امبارح شفته وحسيت ان في حاجه مختلفه وحياه جديده وحاجه تانية. فربنا يبارك فيه وان شاء الله كده اشوفه احسن حد في الدنيا زي الكهرباء. زي كهرباء.